السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة في برنامج في بيتنا مدرسة. طبعا هنتكلم عن الموهوبين، بس في البداية نرحب بأستاذة هويدة خميس، أستاذة رئيسة قسم الموهوبين بإدارة التعليم التعليمية. ازيك يا اهلا أستاذة هويدة؟ بحضرتك، اهلا بحضرتك، نورانا. الله يخليك. والطالبتين الإخوات اللي ما شاء الله عليهم، إن شاء الله هيمتعونا بموهبهم النهاردة، ان شاء رحمة الله. محمد ياسين. ازيك يا رحمة؟ ازيك يا استاذ؟ نورانا رحمة. الحمد لله وسارة محمد ياسين. ازيك يا سارة؟ الحمد لله. طبعا انت شاوي اسماء ولا اخوات؟ اخوات صح؟ لا اخوات. اخوات بس مش توأم، في فرق سن. سنة كام يا رحمة؟ طلع تالتة اعدادي ان شاء الله. تالتة اعدادي ما شاء الله. وانت يا سارة؟ تالتة. طلع رابعة ابتدائي. رابعة ابتدائي ما شاء الله. استاذة هويدة، اهلا بحضرتك. يعني حسينا كده ان سارة ورحمة وبقيتهم بيعتبروكي امهم، ام ليهم. ام ليهم، مش مدرسة ولا رئيسة قسم موهوبين. انا بصراحه حابه كده، حابه ان انا حتى دايما بقول لهم ماما دودو، بشيل الالقاب وبتعامل معاهم عشان اعمل عمليه جذب، لاني انا ما كنتش اعمل جذب هيجوني وهيبعدوا عني تاني. فانا حابه ان انا احتويهم وعن طريقهم هم واحتوائي ليهم بيجيبوا لي طلبه تانية موهوبين برضه. ودور حضرتك ايه في اداره السلامه التعليميه او في الموهوبين ذات نفسه يا استاذه هويده؟ بص حضرتك، انا ماسكه القسم من 2007، ابتدينا من زمان قوي على يد الدكتور جمال نظمي، هو ده اللي كان انشاها يعني. وكانت هي بتبقى عباره عن مسابقات وورش عمل، فمن خلال المسابقات دي كنا بنكتشف الموهوب اصلا، لان فعلا بعض المدارس انت النهارده موهوب في ايه، بيعتبر ده تسجيل قايمه كده بيعملوها وخلاص، ده نشاط كذا ده نشاط كذا. لما دخل قسم الموهوبين ابتدينا فعلا نتعامل مع الموهوب بجد، مش انا عايز اتحط في نشاط ايه او حاجه. فالحمد لله، يعني الحمد لله القسم من 2007 لحد 2017 اداره السلام حضرتك موجوده مسمعه، فيه طبعا يعني. الله يخليك، بكل المجالات موجوده فيها، مجالات ثقافيه، مجالات فنيه، مجالات علميه، من غناء بقى لرسم الموسيقى لكل حاجه يعني. هو في حاجه يا استاذه هويده، انت الموجهين بتوع الانشطه هم اللي بيبعتوا لك الطلبه ولا انت اللي بتروحي تدوري عليهم؟ والله يعني هما الاثنين مع بعض يعني، هما حرام انا مش شاغفه لحقهم يعني. انا بروح كخطه لمدارس وبقول يا جماعه انا عايزه موهوبين في مجال كذا، لو كانت المديريه مثلا بعتالي مسابقه بتعامل معاها، بروح اقول انا عندي في تقريبا السنه بحالها حوالي 10 12 مسابقه. ما شاء الله كتير. كل سنه بيزيدوا علينا حاجه يعني، كل سنه بتلاقيها عشان نشوف بتزيد المواهب اكتر. المواهب كلها بتبقى اكتر. الاداره بقى نفسها صراحه برضو بتدعمنا يعني، لما بيكون في مثلا مسابقه محتاجه اروح فيها مكان، باص هيتنقل من هنا لهنا، بجمع الولاد وبروح بيهم ورش عمل. يعني مثلا في خلال الفتره بتاعت فتره الصيف ممكن ساعات المديريه مثلا بتبعت لنا بروتوكول بيتعمل مع المديريه، بيقولوا مثلا احنا النهارده عاملين مع متحف مثلا احمد ناجي، مع متحف محمود مختار، مع عارف. فباخد الطلبه وبطلع بيهم اللي خاصين بالنشاط ده، الخاصين بنفس النشاط اللي هم فيه، مثلا محمود مختار رسم، باخدهم مثلا وبنروح بيهم يوم ورش عمل. هم بقى حابين، لان كل الاقسام تقريبا بتتعامل كده داخل الاداره، انا بخرج بيهم بره الاداره يعني. انا بكسر بقى حاجز ان هم بيتعاملوا مع جامعه. كان في كمان مهرجان الفنون، مهرجان الفنون ده بيبقى فنون جميله مع تربيه فنيه مع تربيه موسيقيه، ده بيبقى في الزمالك. كان مهرجان فنون اول دي تبع كلية بقاله سنتين الفنون الجميلة، عملوا برضو بروتوكول معاهم مركز رعاية الموهوبين، فاخدت الطلبة ورحت بيهم. فطبعا هم كطالب بيرسم ولقى نفسه داخل فنون جميلة وتربية فنية، ابتدى جواه لا انا عايز اوصل لده، ابقى حاجة زي كده، ابقى انا عايز طب اوصل. ما فيش دكاترة كده يقول لك انا في عايز الطالبة دكاترة دي، انا والله عايز البنت دي الدكاترة تخليها معانا؟ لا بيعملوا لهم بقى بعدها لما شافوا هما ما كانوش مصدقين، لان ده يعتبر بروتوكول التعليم اللي قبل الجامعي مع الجامعي. مع الجامعي هما الدكاترة انبهروا بقالنا دلوقتي تقريبا سنتين، لان هو بقاله سنتين بيتعمل مكان مخصص للتعليم اللي قبل الجامعي، وبييجوا يقيموهم بيتعاملوا مع الدكاترة، فبتبقى حاجه بالنسبه لهم حلوه قوي. انا دخلت جامعه كده ان انا دخلت جامعه واتعاملت، ولما الدكتور جامعه يقول الله حلو قوي مثلا يا رحمه اللي انت عاملاه ده، فبيديها دفعه ان هي حاجة تكمل وتدخل في الكليه نفسها. والتربيه الموسيقيه نفس الحكايه، وبيعملوا المعرض طبعا بتاعهم، بيبقى المعروضات كلها بتبقى اللي داخل والخارج بيشوفها، فالولاد بيبقى يوم بقى طبعا بيبقوا حابينه يعني حاجه حلوه بصراحه. لا لا وبعدين السن مش كبير برضه يا مس هويدة، السن يعني السن مش احنا كبير، بنتعامل من اولى ابتدائي لحد ثانويه عامه، لحد ثانويه عامه اللي هو التعليم. هم بيبقوا ولادي بجد، هم ولادي. لا ومعاكي سنين كمان يعني ما شاء الله. معايا سنين الحمد لله. سارة،
سمعت كده ان الناس بتقول عندك ايقاع كده في الشعر حلو كده، طب ما تقولي لنا حاجة حلوة كده. انا عندي قصيدة الكلمة ممكن اقولها دلوقتي. الكلمة اتفضلي يا سارة. الكلمة نور وبعض الكلمات قبور، ما دين الله سوى كلمة، ما شرف الرجل سوى كلمة، مفتاح الجنة في كلمة، ودخول النار على كلمة، وقضاء الله هو الكلمة. أتعرف ما معنى الكلمة؟ أتعرف ما معنى الكلمة؟ الكلمة لو تدري حرمة، زاد مصخور. الكلمة نور وبعض الكلمات قبور، بعض الكلمات قلاع شامخة يعتصم بها النبل البشري. الكلمة فرقان ما بين نبي وبغي، بالكلمة تنكشف الغمة. الكلمة نور ودليل تتبعه الأمة. عيسى عيسى ما كان سوى كلمة، أضاء الدنيا بالكلمات وعلمها للصيادين فصاروا يهدون العالم. الكلمة زلزلت الظالم، الكلمة حصن الحرية، إن الكلمة مسؤولية، إن الكلمة مسؤولية، إن الرجل هو الكلمة، إن الرجل هو الكلمة، شرف الله هو الكلمة، شرف الله هو الكلمة. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك يا سارة. سارة معايا بتدخل المسابقات من هي في أولى ابتدائي أولى ابتدائي على مستوى المدرسة، ما شاء الله. فطبعا ده بيشجعها ان هي لا تنمي الموهبه ومش وعايزه عيب اللي انا تكمل. اول مره ما اخدش لا المسابقه، المركز المره الثاني. الثانيه بتعلم. هي جات وشافت طبعا يعني ما شاء الله كله ثالثه مع ابتدائي بعض، كده، ثالثه صح ابتدائي. يا ساره؟ طالعه رابعه يعني ما شاء الله. هتديها ثقه بالنفس لا ده وتبقى هي عندها ثقه كده خلاص ما شاء الله عليها. رحمه رسوماتك او ورا ايه؟ يعني استاذه وايده بتقول بتخش مسابقات وبترسم، بدخل مسابقات مع ميس سويدة، و خدتي حاجه ولا لسه؟ خدتي خدت كورسات كورس رسم. خاصه؟ ولا لا تبع لا، الإدارة هي وتبع اخده كورس. المدرسة؟ لا لا، انا اخدته، مع اخدت كورس نفسي. خاص. دخلت مسابقات لسه ولا إيه؟ بتدخل بتخش مع معانا ميس مسابقات وايدة. بس بتبقى على مستوى المدرية، على المستويات المسابقات المدرية. كلها يلا مستوى ربنا المدرية. يوفقك كده ناخد، ما تورينا حاجة حلوة كده. طيب برضو برتقالات كده و هي تخصصها بورتري. ورينا كده، ثبتيها كده يا رحمة. ده مين ده رحمة؟ لا، هو احنا واحنا في الكورس بيدينا كذا صورة، اكتر ترسميها؟ صورة بحس ان انا اقدر ارسمها وفيها تفاصيل كتير ده تفاصيل كتيرة، تجاعيد كتيرة، ده واحد عجوز شوية صح؟ ما شاء الله عليك. انت عارفة اسمائهم ولا انت رسمه خلاص؟ لا هي بس انا كانت مش تبقى عارف مين صورة يعني. بالظبط. لا ايه، صورة يعني، ماشي اعتبر نفسي انا مفيش مشكلة. ده باسم مرسي لعيب ده الزمالك. فحم، انا برسم فحم ورصاص وجاف والوان، بس مش معايا بورتريه جاف. مفيش مشكلة، ما شاء الله عليك. انت جاي تخوفينا ولا ايه؟ ده تشريح الوش، هنا الجمجمة والعضلات والوش بقى كامل. وقف هنا بقى كده. مين ده؟ لا هي المفروض ان هي ميه. بتدلق مية، فانا حاولت اول مرة كنت ارسم مية اول برصاص. مره تحس ان انت يعني واحده بتغسل وشها بميه كده. ماشي وده كانت اول بورتريه الوان. دي موهبه دي يا استاذه هويده، طبعا عندهم طبعا موهبه طبعا. طالما يعني. في السن ده كمان ولو نميتها، وهي لسه والله كانت بره بتقول لي قبلها ان انا عايزه اروح فنون جميله، ان هي حبت لما راحت المهرجان وشافت فيه ايه، فعايزه تكمل. يعني نتمنى والله، يمكن احنا بنقول في تغيير لنظام التربيه والتعليم، انا نفسي مش ده. هيعتمد على المجموع بس. يعني ربما ايوه واحده زي رحمه مش عايزه، ما جابتش المجموع، مش حابه مواد مثلا، سين ايوه من مواد مش حابه، فما جابتش المجموع بتاع الكليه، بس اتمنى ان هي ولي عندها الامر الموهبه. بقى ما يقولش لا دي كليه تربيه فنيه، دي فنون جميله، يسيبوا لي الطالب يشوف هي جواها ايه، وان والله شاء الله تبقى بتكمل يعني لو فيه. كل واحد دخل في موهبته احنا ايوه هتفرق معانا دي يا طبعا، استاذه هويده. كتير كتير تخصص هتبقى يعني مش جميله عيب قوي. اللي انا ابقى موهوب في المجال ده ايوه وابدع فيه طبعا، يا ريت وهكسب منه بالتاكيد يا يعني. ريت يا ريت، اتمنى اتمنى. ساره مش عايز اسيبك يا يا ساره، ترى يعني سمعت ان اصواتك حلوه، عندك كذا حاجه حافظاها مش حاجه واحده كده، ما تضحكيش علينا يعني. في حاجه تانية؟ طب ما تقولي لنا كده حاجه تانية حلوه. اسمع، احبك يا رسول الله احبك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه اتفضل. الصلاة والسلام. واسلامي انا قد نلته شرفا من الوالد، ولم اسمع بلالا لحظة التكبير، ولا جسم شوى حيا بصحراء بكل هجير، ولا حطمت اصناما
ولا قاتلت في يوم جنود الكفر والتكفير، وما قطعت يدي في الحرب، ولم يدخل هنا رمح إلى صدري يشق القلب، ولم أقدم على شيء، ولم أهرب، ولا يوما حملت لواء، ولا واجهت في شمم هنا الأعداء، ولا يوما رفعت الراية خفاقة. أنا طفل، أنا طفل يدايي فيك إخفاقا، ولكن يا رسول الله، أنا نفسي لحبك يا رسول الله وحب الله تواقة، لحبك يا رسول الله وحب الله تواقة. الله يسلمك، ما شاء الله عليك، ما شاء أنا الله عليك. حابة إن هي ابتدت باللغة مش عامية، اللغة العربية بتاعتنا جميلة طبعا، فهي ابتدت بالفصحى، فدي إن شاء الله يعني عشان تقول من بتظبط صغرها الألفاظ أداء والمخارج لغة صح عربية وكده فصحى، كده؟ فبتبقى طبعا بس يعني وفي المدرسة برضو المدرسة بتاعتها ما شاء الله بينموا في بالتأكيد المدرسة الموضوع ده، وأنا في حاجة رحمة، شجع. يعني أعتقد مش ميس هويدا بس، ماما في البيت كده بتساعدك ولا حاجة، أو بابا، ماما ليها دور معاكي؟ في تشجيع جامد طبعا، برضو ميس سويدة وماما وكده واستاذ عصام والمركز رعاية الموهوبين، كان التشجيع نفسه بيخليني انا اتطور. ف يعني بيكملوا بعض يا رحمه ولا ما لهمش علاقه ببعض؟ لا يعني ما تجيش مثلا تقول انا عايز اروح النهارده لميس سويدة، ما تقول لك اقعدي النهارده هنا ما فيش نزول. لا لا، ده هي اللي بتصحيني بدري قوي عشان بجد والله انا عامله علاقه مع هي اولياء الامور يا ودي ميزه يا ميس سويدة. والله عامله علاقه مع اولياء الامور كلهم عشان اعمل زي ما بقول حتك عمليه جذب ليهم بس، ويبقوا مطمئنين كمان على اولادهم، لان انا بخرج بره الاداره. ده عايز حاجتين يا استاذه هوايه، ايوه يعني انت تكوني عامله علاقه ولي امر ايوه ولي متفهم الامر، الموهبه، ايوه صح ايوه ولا غلط؟ طبعا طبعا. يعني ما ما هو انا ممكن بقول لهم ان ولادكم حلوين، الله دي رسمها كذا، يعني النهارده لما اقول لها ان بنتك طلعت في التلفزيون عشان موهبه اكيد هتفرح بيها، واكيد غيرها من صحابها هيحبوا عايز ابقى دور، زيها واجي فهيبقى عايز معاها يعمل كده ويبقى معاها، والله يعني هيشجعهم في كل نتمنى المجالات والله مش يعني رسمي وايقاع شعري بس. حتت معانا مخترعين، معانا تمثيل، معانا حاجات كتيره قوي ما شاء الله عليهم. بس المواهب دي يا استاذه هويدا ما بيتكلموش حد ليه ياخدها كده في قطاعات عامه او ما خاصه؟ انا بقول حتك هي المديريه، عشان احنا تربيه وتعليم، فالمديريه احنا ملتزمين بالبروتوكول اللي هي بتعمله، فهو دلوقتي الحمد لله يعني ان انا اروح فنون جميله جامعات تبعهم، جامعات تبعهم، ورش عمل او حاجه دي بتبقى تبعهم هم. الاداره احنا بنعمل انا ومستر عصام مع بعض بنعمل ورش عمل، يعني مثلا كنا السنه اللي فاتت قلنا تجميل المدارس، ان كل مدرسه بندخلها بنشوف الموهوبين اللي فيها في التربيه الفنيه، النهارده هنلون يا اولاد سور المدرسه. بقول لحضرتك لو كانوا اتنين تلاته معانا احنا عارفين ان دول موهوبين. موهوبين تربيه فنيه، احنا على بال ما بنخلص اليوم بيبقى معانا ولا 30، ما شاء الله لان كل اللي في المدرسه شايفين، فانا يا ميس بعرف كذا انا كذا، وبنسيبهم بتلاقي ينطلقوا بقى بالالوان عوامل فبنلاقي. الجذب، فعملنا تجميل وده لسور بدون مقابل المدرسه يا استاذه هوايه، داخلي، لا يعني يعني الطالب ما بياخدش حاجه. لا لا، هم بس يعني الالوان بس اللي بنجيبها والفرش مش على ممكن حسابهم، ده احنا بس بنقول لهم ان الادوات، يطلعوا الطاقه اللي عندهم. ما ده جزء برضه فبنت مننا احنا، مننا جنبنا المدرسه ومننا عرفنا مين هو لا مين، وسن صغير بقى. وبيبقوا معانا، ان الداتا بتاعتهم كلها بتبقى معانا، يعني ان شاء الله مثلا ساره كانت معايا من سنتين بتفضل معايا لحد ثانوي، لا دي ساره دي فبنبقى احنا هتقعد معانا كتير مكملين ان ان شاء شاء الله. الله، ربنا رحمه يدينا برضه مش العون. هتسيبنا برضه لا قريب بقى طبعا ان ان شاء شاء الله الله، ان شاء ايا الله ما كان حدش معانا، هيسيبنا ان بس شاء الله. يعني ممكن ننميه مع البيت يا استاذ هوايه، طبعا هو اهم يعني انت حاجه البيت يتفهم، لان في ساعات لا ميس معلش مش هقدر، انا بنتي في سته ابتدائي مش هقدر ادخلها خالص، يعني بتحرم البنت، البنت بتبقى بتعيط وتقول لي، فهي صح، بس دعوه لاولياء الامور ساعتها هي هتبقى سنة عادية احتمال يتفهموا ان شاء مش الله، اي يعني مجال، سنة عادية. ابتدائي اعدادي ثانويه عامه، يا جماعه هي الموهبه طاقه، مين عارف يمكن لما هم يطلعوها هيبدعوا لك في الدراسه، مش شرط ان هم يعني علشان ده هيعطلهم، ده مش هيعطلهم، ده بيديهم ثقه بالنفس انت ممكن اولياء الامور يجي معاهم يا استاذة هوايه؟ طبعا طبعا. بيجوا لا معاكم انا اولياء الامور؟ الحمد لله الحمد لله، يعني في ممكن بيتعنتوا صراحه جامد، وفي بيبقوا هي بس حته الشهادات، بيجوا عند الشهادات لا يعني بيخاف كانها هتعطل، بس هي مش بتعطل ولا اي حاجه، لان ده ممكن بالعكس بيريحهم يبقى نفسيا دافع، من صح؟ جوه. طبعا طبعا بيبقى دافع ليهم ان هم يكملوا وان هم يبقوا حاجه، فربنا ييسر ان شاء الله. رحمه انت بتسمعي ساره في البيت ولا ما بتسمعيش؟ تقولي لها اللي انت قلتيه ده حلو ولا وحش ولا تعدليه ولا ما بتعقبيش عليها؟ لا بعدل انا وماما برضه، انت وماما بتتابعوا مع ساره؟ وانت يا ساره لما بتشوفي صور رحمه بتقولي لها ايه؟ بقول لها ان هي جميلة علشان هي بترسم صح، فانا
بشجعها كده شجعيها يعني؟ يعني. اه ما شاء الله ما شاء الله، ربنا وعلى يطول فكرة خليكم كمان بعض. لما بتيجي تلقي سارة انا بشوف رحمة بتنفعل معاه بايديه، اعملي كده واعملي كده، بتشاور لها يعني، بتشاور لها على اساس ان هي ربنا تتعامل، يبارك ان فيها القاء الشعر ويحفظها. عايز مخارج الفاظ كويسة وتعبير بالبادي لانجويج نفسه، بالجسد. لازم لازم هي تكون عارفة، فبحس انها بعنيها كده ممكن تحركها انت يعني. ما رسمتيش سارة ليه طيب؟ انا كنت بتدرب يعني ان انا لسه ارسم حد سارة، اعرفه. عايزك ترسم لنا سارة كده، ان شاء طلعين بس الله شكلها حلو بس. هي نفسها ترسم ميس واي. وارسمي ميس واي ده وما تنسناش برسمة ايه كده يا نفسها ماما. ترسم ميس واي. سارة انت ايه حرمانة من صوتك ليه؟ انا لا عارف ان انت حافظة قصيدة ثالثة ان كده شاء يعني، الله حكيش علينا بعنوان ايه؟ اللي هي امي يا حبا اهواه. امي يلا. امي يا حبا اهواه، يا قلبا اعشق دنياه، يا شمسا تشرق في افقي، يا وردا في العمر شذاه، يا كل الدنيا يا املي، انت الاخلاص ومعناه، انت عطاء من ربي، فبماذا احيا لولاه. امي يا حبا اهواه، يا قلبا اعشق دنياه، يا شمسا تشرق في افقي، يا وردا في العمر شذاه، ماذا اتذكر يا امي، لا يوجد شيء أنساه، فالماضي يحمل أزهارا والحاضر تبسم شفتاه، ما زال حنانك في خلدي يعطيه سرورا يرعاه، يعطيه سرورا يرعاه. أمي يا حبا أهواه، يا قلبا أعشق دنياه، يا شمسا تشرق في أفقي، يا وردا في العمر شذاه، ويا وردا في العمر شذاه. كم ليلة سهرت في مرضي تبكي وتنادي رباه، طفلي وحبيبي يا ربي املأ بالصحة دنياه. كم ليلة سهرت في مرضي تبكي وتنادي رباه، طفلي وحبيبي يا ربي املأ بالصحة دنياه. الأم تذوب لكي نحيا ونذوق من العمر هناه، الأم بحار من خير والبحر تدوم عطاياه. أماه أحبك يا عمري، يا بهجة قلبي ومناه، ضميني ضميني واسقيني حبا، ودعيني ودعيني أحلم أماه. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بقول لحضرتك أنا لما جاتني سارة من كام يوم مركز أنا فاتحة في مدرسة الخمسة الثانوية بنات في الإدارة، كانت حافظة قصيدة واحدة بس، فكل يوم تيجي تقول لي يا ميس أنا حفظت قصيدة، ما كنتش بصدق. لوحدها لوحدها يعني، هي كل يوم والتاني مع التشجيع بوقفها طبعا مع الطلبه كلهم لا بتاع فريق وما شاء الله التمثيل، جاتني متابعه مثلا من الاداره بقول ساره كذا، فلقيتها كل يوم تيجي تقولي انا حفظت، يعني ما شاء الله عليها. ده مين بيحفظك يا ساره؟ طيب انت بتحفظي لوحدك؟ هي ماما بتقولي اسم القصيده اجيبها من على النت فبجيبها وبحفظها. يعني انت بتحفظي وبمساعده ماما؟ وانت يا رحمه بترسمي في البيت ولا في المدرسه بس مع لا المعلمين؟ في البيت برضه. في البيت كمان؟ بس بتيجي على وقت مذاكرتك ولا عادي؟ لا يعني. طب يعني عايزين برضو نبقى شاطرين في ده وده. لا ما هي ماما كانت بتنظم لي الوقت بان انا اخلص يعني وبعد كده برسم. بالنسبه للنشاط الصيفي يا استاذه وايد، يعني اعتقد لو ناس مسكناهم في الدراسه وسبناهم في الصيف بيبقى في فجوه، او لو مسكناهم في الصيف سبناهم في الدراسه برضو اعتقد يبقى في فجوه في الموهبه بتاعتهم، ولا صح. يعني اعتقد ان الموهبه لا هو التنمية المتصلة بتفرق معانا. طبعا طبعا الحمد لله احنا فتحنا مركز رعاية الموهوبين كنشاط صيفي للطلبة. ابتديت الأول فيها عشان طبعا تعرف حياتك الشباب والأطفال بيسهروا جامد، وعشان يصحوا الصبح يجوني أنا كل يوم الساعة صعبة 9 شوية، كانت دي بتبقى صعبة جدا. ابتديت الأول بسارة ورحمة الحمد لله. ده أول أنا اتنين دلوقتي كانوا عندك؟ باتنين، أول اتنين من أول شهر 7 ما شاء الله كانوا معايا، دلوقتي أنا معايا فريق من التمثيل، فريق من العزف، معايا مخترعين، معايا شباب الله اكبر يعني عليهم بصراحه ما شاء الله زي الفل، حتى اللي اتخرج وبقى في ثالثه ثانوي او داخل جامعه خلاص يعني اوكي بقى معانا، كانه هو مش عايز يسيبهم عشان يدربهم، فبقى فيه الحمد لله يعني منتج حضرتك تشوف ما تصدقش ان دول في الصيف وان المدارس كانت قافله وان ما فيش. يعني انا الاداره عندي الحمد لله جت وعملت لي متابعه اشادوا بمركز رعايه الموهوبين، لان في عمليه جذب. انا بقول لحضرتك اهم حاجه ازاي اجذب الطالب انه يقوم، وبسيبهم براحتهم، اللي عايز يشتغل اشغال يدويه بيشتغل، اللي عايز فريق تمثيل، اللي عايز يالف. وبعدين في حاجه انا مش شرط ان انا اجيب لهم حد كبير، يعني ممكن برضو توجيه المسرح
بيبقى عنده خطه زينا ومركز تنميه قدرات خاص بيه. انا وصلت النهارده ان الطالب نفسه هو اللي بيالف وهو اللي بينظم الحركه وهو في بيعرف ازاي يحركهم وازاي، فبيبقوا شباب مع بعض في حماس حلو قوي. تعليم هم مع بعض يعني؟ تعليم، حتى اللي بيعزف وعايز يتعلم من حد تاني بقوا يعلموا بعض. في جوني احنا عايزين نتعلم الرسم، ما فيهاش حاجه لو ساره كانت قاعده وقلت لها يمكن امسكي وعلمي اللي جايه دي عشان احببها، فابتدى ده يقول لي ده وده يقول لي ده. انا لو طلت اروح بجيبهم من بيتهم اسالهم، انا بجيبهم وبوديهم يعني، فده بيعمل عمليه جذب جامد لي الحمد لله. قدرت ان انا امال ايه المعوقات يا مس وايده في اللي احنا نكتشف ناس اني انا الرعايه دي بالتاكيد في رحمه وساره في زيهم كتير قوي، طب طب بس مش مع حضرتك او مش مع اي حد. هو مجهود علينا ان لو الاداره مثلا زي ادارتنا فيها 100 مدرسه، صعب قوي ان 100 مدرسه هتتزار كلها في مكان واحد، فدايما انا بدعو المدارس وبنعمل اجتماعات كوكيل للانشطه، يا جماعه لو سمحتوا اي حد عنده موهوب يتصل علينا ويقول لنا ان في كذا. احنا بقى نفسنا نخرج بره ده خالص برضو، مش الاداره بس ومش المديريه بس، زي ما حياتك ابتدينا نعمل بروتوكولات بره عشان نحببهم في الموضوع، عايزين حد فعلا يراعي الموهوبين بالذات الموهوبين علميا عشان ما يحبطوش. زي ايه كده يا مس وايده؟ يعني يا رجل اعمال يتبنى، يا ريت لو راعي، يا ريت يا ريت يا ريت. يعني احنا عندنا ناس ومخترعين هيغيروا نشاطهم ودخلوا تمثيل وعزف، يعني انا اتضايقت جدا. يعني هو مخترع وساب الاختراعات خلاص، ما هو عايز حد يكمل معايا، لان النهارده الاختراع لو بيكلفوا حاجات بسيطه كفكره صغيره علشان تبقى حاجه كبيره بتتكلف كتير. وممكن المبلغ مش معايا يعمل مشروع. هي بصراحه انا يعني الحمد لله انا بعمل تحت رعايه الدكتوره هدى فوزي مدير اداره السلام التعليميه. ما شاء الله اداره السلام كلها نشطاء، ما شاء الله عليها، دكتور جمال محمد حسين. جمال حسين ما شاء الله. الدكتوره هدى كذا مره في اجتماع تقول لي جمعي من كل الطلبه من كل المدارس الطلبه المخترعين، وهي هتدعمهم وتشوف لهم راعي، او لان في ساعات الطالب بيبقى ناقص على 50 جنيه كامل الجهاز بتاعه مثلا مش لاقي او حاجه، فهي حته الاختراعات العلميه دي هي دي اللي بتبقى يمكن اكتر في اكتر شويه. هي دي اكتر حاجه، لان بيخافوا يطلعوا بره السفارات تاخدهم، بيخافوا يقولوا الفكره النهائيه، يعني اي واحد بيشرح لك اختراعه ما بيقولش حياتك النقطه النهائيه ايه. يعني مش هيدي سره، هو مش هيقول سره ده. فليه احنا ما يبقاش عندنا بدل ما شبابنا يطلع بره نلاقي حد هنا يرعاه، يرعاه بالذات. هو ممكن يطلعوا بره يا مس وايده؟ بيطلعوا بيطلعوا فعلا. بيطلع وطلع من عندي من اداره السلام ناس بره كتير، طلع بره مصر. فليه ليه ما نبقاش احنا مصر بحالها، مش الاداره بتاعتنا بس كاداره السلام يعني. يعني هي ما هي الحته العلميه دي بتبقى صعبه شويه، لان الموضوع طب بيبقى مكلف. ما في جامعه زويل يا استاذه وايده ما فيش اتصال بينك وبينهم او اي حد ممكن يوصل لجامعه زويل؟ انا عندي كذا. ما بقول حياتك انا بعمل تحت عباءه التربيه والتعليم رسمي. فببقى رسمي. إطار رسمي ممنوع ان انت تتعامل مع اي جهه الا لما تلجا الاول للوزاره، لان احنا دلوقتي بقينا المركز رعايه الموهوبين بقى تبع الوزاره وبترأس الدكتوره هالة عبد السلام، فلازم بيجي لنا زي منشورات كده ان انت ما تتعاملش مع جهه الا بالرجوع ليهم، فلازم يكون الوزاره نفسها عامله بروتوكول تبعته للمديريه والمديريه تبعته لي. ما ممكن يطلع لوحده من غير ما يقول لك يعني؟ ممكن ما هو الشخص ده هيطلع من غير ما هم ده هو يعني ممكن يلاقي فنان كبير صح؟ يلاقي مثلا صح؟ ما شاء الله رحمه ترسم أيوة. تعالي اشتغلي معايا واعملي كذا. ممكن واحد يلاقي صوت ساره كويس، تعالي يا ساره واشتغلي معايا أيوة. وادخلك كورال فرقه كذا واديك مثلا مرتب شهري زي كده، ولا يا ساره اي حد حد طلبك قبل كده ولا لسه؟ لا لسه يعني هيطلبوني بقى اقول لمس وايده الاول لسه اي حد امشي معاه. وانت يا رحمه؟ لا لسه لسه بره مع مس وايده يعني، ربنا يخليكم. تحس ان الجو حركه فيه تقالوا شويه معاهم بصراحة. كلهم والله هم ولادي يعني، معاهم كلهم بتعامل مع كل الطلبه الموهوبين، وبقول حياتك التواصل مع ولي الامر بيدي امان. لما اقول لها النهارده ان بنتك خارجه تصفيه مسابقه في المديريه في العباسيه، اكيد لازم تكون مرتاحه للي هي مديها له. انا بتعرض لمواصلات مثلا بره او حاجه، الاداره صراحه بتوفر لي وسيله المواصلات في اللجوء في الرايحه والجايه، فلازم ولي الامر برضو لازم لا بيدعمه بصراحه. يعني الدكتوره هدى هي اللي فتحت لي المركز وقالت لي يعني النشاط يبقى مستمر. بس خدتوا مسابقات او كسبتوا اي درجات؟ لا انا على كل المدرية ولا سنه لسه؟ كل سنه الحمد لله الحمد لله من 2007 ل 2017 احنا بناخد مراكز عاليه قوي قوي، اداره سلام مسمعه في المديريه يعني في كل المجالات، القاء شعر
تربية فنية، مجسمات، اختراعات، ابتكارات علمية. احنا السنة دي واخدين 12 مركز على مستوى المديرية، احنا واخدين 12 12 مركز مركز، اول وتاني، ما شاء الله. اول ده وتاني. كده انت معناها ان انتوا الحمد متفوقين لله يعني. الحمد لله طب ما في كلنا دكتور لله. كده في المسابقات قال لك الطلبة لا ديت في انا طبعا في بياخدوا اساميهم، لان احنا حياتك اللي بيقيمونا اصلا دكاترة الجامعة اللي بيقيمونا متخصصين في المجال اللي هو متخصصين في في نفس المسابقة؟ المجال كل بس الاول كانوا موجهين عموم، دلوقتي احنا علينا شوية في الموهوبين وبقوا يجيبوا تخصصات دكاترة الجامعة. فدكتور الجامعة لما بيقيم التعليم اللي قبل الجامعي بيبقى مبسوط جدا. يعني انا مثلا المسابقة لو كانت على حاجة معينة عن التعليم مثلا، ووديت له مثلا الورق بتاعها او شاف الرسومات بتاعتها، بيبقى فرحان قوي ان هو عايزنا نبقى ما نحددش المسابقة عن ايه، لان الرسم بيبقى تعبير، مفتوحة. فالمفروض ان هي تبقى مفتوحة وتعبر عن نفسها. بيفرح قوي وبيبقى عايزهم يبقوا قدامه. فعلا دكاترة الجامعة بيدوا ثقة للطالب. حياتك انا بشتغل على المراحل كلها، بيبقى معايا ابتدائي اعدادي ثانوي، فلما طالب ابتدائي يطلع مثلا يكون موهوب في كل المجالات انا بشتغل، ويلاقي دكتور جامعة بيقول له الله عليك تعالى، فده طبعا بيشجعه وبيروح مبسوط قوي، ياخد ثقة ان كبيرة هو طبعا. ده طبعا بيديله ثقة في نفسه عالية قوي، فبيبقى نفسه بقى ده يكمل معاه لحد ما يوصل لحد الجامعة. يعني ان انا يعني نتمنى يعني اودي، يا ريت يا ريت. هو الحمد لله بقى في دمج ما بين التعليم اللي قبل الجامعي والتعليم حاسة إن الجامعي. في اختلاف انا شوية يا حاسه أستاذ في رؤية، طبعا قسم الموهوبين البروتوكول الحمد لله شغال، مفيد بنوديهم يعني. الاوبرا، بنوديهم متاحف. يعني حاليا في متحف جمال عبد الناصر مفتوح لنشاط الموهوبين تبع المديريه مراكز رعايه الموهوبين في الادارات كلها، اللي هو متحف جمال عبد الناصر، بيمارسوا فيه الانشطه بتاعتهم. واخر الصيف بنعمل معرض، وان شاء الله انا هعمل لهم برضو جوه الاداره السنه دي الكاست بتاع التمثيل كله، فيهم طالب بيألف، فخدنا المسرحية بتاعته وبيتدربوا اوريدي عليها. يعني فان شاء تأليف الله انا وإخراج المنتج ان شاء وتمثيل الله من عندك. ان شاء الله، وبرضو المنتجات اللي هم بيعملوها هعرضها. فده برضو بيبقى حلو قوي لما اجيب لهم مديرة الإدارة تتفرج عليهم، وحد من المديرية، وممكن اقول لدكاترة جامعة، ممكن مدير الإدارة بتاعت دكتور عادلي يدعو مثلا في المديرية يدعوهم، فبيجوا فهم بيبقوا فرحانين فرحانين ان حد بيشوفهم. يعني نفسك تبقي ايه صح؟ صحفية مثلا صحفية؟ ان شاء تعرفي الله. تتكلمي كده ان شاء الله؟ ولا ان شاء نفسك الله. تبقي شاعرة كبيرة كده ولا ايه؟ ممكن كمان ابقى شاعرة كبيرة، وانتي يا رحمة؟ عايزة اخش فنون، كلية فنون جميلة؟ انت نفسها روحتي كلية فنون جميلة مع استاذة وايدة قبل رحتهم. كده؟ ايه حسيتي بايه لما روحتي هناك يا لا رحمة؟ كان ان انا بشوف الناس يعني بتمارس نفس الحاجة اللي بعملها، الكلية نفسها، ان انا ممكن ابقى كده، والدكاترة لما بيقيموا شغلي بكون فرحانة. يعني والله يا استاذه وايده الواحد يعني مبسوط ان في نواه اي والله اي ان والله، احنا، مصر لا بلدنا ولادة، حلوه، مصر بلدنا حلوه ولادة والله، وفيها ابداعات فيها وفيها حاجات كتيرة قوي نماذج حلوة ما ما شاء شاء الله الله عليهم. ممتازه، وجميع المجالات يعني بنتكلم في جميع المجالات. اشكر حضرتك يا استاذه يعني وايده، ويا ريت شكرا تكملي في لي اللي انت ان فيه، شاء الله، ربنا ويبقى معانا يسهل زي ونلاقي راعي رحمه ليهم في وساره، كل المجالات ان شاء الله. وزي رحمه وساره الافات باذن ان الله. شاء الله باذن شاكرين الله. يا شكرا. رحمه، وإن شاء الله تبقي رسامة كبيرة كده قد الدنيا إن شاء الله في كلية فنون جميلة. سارة مستنيين صحفية كبيرة بقى وشاعرة كبيرة. إن شاء شاكرين يا الله. سارة. نشكركم. فاصل ونواصل إن شاء الله بعد هذا الفاصل. عدنا ليكم أعزائي المشاهدين في برنامج في بيتنا مدرسة، ونستقبل مجموعة كده من الشباب المميزة في بلدنا. أتمنى يبقوا في أحسن مكان عندنا في البلد. رحب بيوسف محمود. زكي يوسف أهلا بك يا مستر. مصمم نماذج كده، هنشوف بتعمل ايه. ومعاذ أهلا بك يا مستر. معاذ مؤلف ومخرج وممثل، يعني متعدد المواهب. ربنا يخليك. يوسف محمود برضو ما شاء الله مخترع. أهلا بحضرتك. منور يا يوسف. ونورك. طيب نبدأ بيوسف الأول. أنا شايف حاجات غريبة كده دخلت بيها كده، واحد كمال أجسام كده وضفدع ولا خنفساء ولا في ايه ده؟ دي الحاجات دي كلها من ورق الجرايد. ورق جرايد قديم كلها. طبعا، مش هشتري جورنال واعمل بيه حاجات قديمه. والتمثال ده انا لسه ما خلصتوش، انا بس جايبه كاكزامبل بس. تمام. ديت بقى دي من ورق الجرايد، دي عباره عن بالونه. تمام. بعملها بالورق الجرايد كلها، بالغيره، بكل حاجه. ودي كلها مناديل، دي كده مناديل. ببدأ بقى بسيبها لحد ما تنشف، بعد كده ببدأ ألونها. بيتبللها وبيجفها بعد كده وبعدين تشكلها. بعد كده بلونها، بتبقى بالشكل دوت.
امال ايه ده يا كابتن؟ ده دي ده بيضة ايه بيضة الجمال؟ ديناصور، دي بيضة بيضة ديناصور. ديناصور ده لسه بتفقس يعني؟ اه طالع منها ديناصور صغير. نفس الكلام بورق الجرايد. اه وانت شغال على الورق القديم بس يا يوسف؟ لا حاجات كرتون برضو يعني، في حاجات زي التمثال ده داخل فيه برضو حاجات كرتون عشان تقويه اكتر، مش ورق جرايد بس. وغيره الغيره بقى بدأت هو اللي معاك نشأت عليه الموهبة دي امتى يا يوسف؟ امتى من بدأت صغري. تفكر في الفكرة هو دي بابايا بقى؟ اصلا شغال في حاجات زي كده، بس انا حبيت الحاجات ديت فحبيت اقلده اعمل حاجه زيها، فاكتشف فيها ان انا بعمل حاجات كويسه زي ديت، فبدا بقى يخليني اعمل حاجات وعرضها في المدارس وكده. وميس هويدا ومستر عصام شافوني بعمل حاجات زي كده، دخلوني مسابقات، دخلت مسابقه اليوم العالمي للبيئه، ورحت جامعه حلوان خدت مركز تاني، واخد شهاده تقدير ماضي عليها رئيس الجامعه، ورحت مسابقات كتير وواخد فيها مركز كويس. يعني ممكن ناخد المخلفات الورق اه والكرتون بدل ما ارميها في الزبالة تعمل لنا منه مخلفات اشكال؟ البيئة. اه يعني انت بتعمل عملية تدوير للمخلفات بس في اشكال، تمام. اه وممكن نظبط الرسومات اللي عليها بقى براحتنا بقى. اه بشكلها على انت اللي الكرتون بترسم بتاعي. ولا حد بيساعدك في الرسم بقى كمان؟ هي مش رسم، الفكرة دي في الوان. دماغي، بمسك الحاجة قدامي بتخيلها، بقوم مصممها على الشكل اللي في دماغي. معاذ، سمعت اللي انت ممثل كده ودخلت فرق وقابلت، دخلت مع استاذ محمد صبحي حتى؟ كان مهرجان أفاق السنة اللي فاتت، الدورة اللي فاتت دخلنا فيها فريق مستقل اسمه مونو تيم، الإخراج مستر محمد زقزوق ومس حنان هلال، ويعني كويس الحمد لله خدنا مركز مش بطال. يعني انت بتمثل ولا بتألف ولا الاثنين؟ أنا بمثل وبألف ومعايا إدارة مسرح، بس في اللي هو في الإدارة عندنا مثلا أنا مس هوايدة ومس الرسام لما قالوا لي إن في سكتش عايزينه، قالوا لي موضوعين، يا موضوع التعليم يا إشاعات في التعليم، يا إما موضوع الإرهاب، فقلت لهم مفيش مشكلة عادي، فرحت جبت موضوع التعليم، فقلت هيبقى في منه أعرف أكتب أحسن عشان ده واقع إحنا عايشينه، فأنا هتبقى تلقائية في الكلام وتوصل للناس أسرع وأحسن. فكان معايا 2 زمايلي كمان وربنا كرمنا وكتبنا السكتش تقريبا 10 دقايق 12 دقيقة بالكتير، واشتغلنا عليه بروبوت في مدرسة الحرية، وربنا كرمنا وخدنا مركز تاني مديرية. بالسكتش ده اه كنا وألفت غير التأليف وعملت فيه قصيدة في الآخر خالص قفلنا بيها النهاية بتاعته. انت اللي ألفت القصيدة كمان؟ اه وانا نألف السكتش، وشفنا الحركة، شفنا بقى الكلام اللي ما كانش ينفع يتقال وظبطناه مع مستر عصام، والحمد لله. وحركات المسرح دي كانت حاجات مهمة قوي، ما كانش ينفع اللي هو ايه انساها، ازاي تمشي كده، دي زاوية مسرح، ده ما ينفعش تلف للجمهور كده، ما ينفعش ترجع بظهرك، دي كانت حاجات مهمة قوي، فدي انا يعني ظبطناها مع بعضينا والحمد لله طب ما جبنا. تورينا حاجة كده طيب يا مهندس، طيب يعني حاجة بسيطة كده حتى وانت قاعد كده مش مفيش مشكلة. مشكلة. طيب انهي كاميرا معايا؟ طيب اهي دي كاميرتك اهي. لا بقى متخصص كاميرات كمان بقى عارف. انا بقى لا دار ايتام ولا احداث ولا جزوم، انا قصة تانية خالص. عارف عرفت من مين؟ من امي وابويا. ابويا اللي ودانا الشغل عند واحد بيه كبير في السن عالي بفلوسه وقاطي بأخلاق، ما كانش بيتقي ربنا في أي حال، ما كانش بيتقي ربنا في أي حال، وكل ما اشتكي يصدقوني يقولوا لي ده بيه هي دي أخلاق البهوات يا عم، هي دي أخلاق البهوات يا ناس، هي ده أخلاق البهوات يا عالم، هي ده أخلاق البهوات يا ناس. وهربت هربت 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 بجد، وقلت الشارع بكل اللي فيه عارف الشارع 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 عارف. يعني
عندك استعداد، وانت اللي كنت مؤلف الحاجات دي يا معز؟ لا ده مونو كنت داخل بيه مهرجان افاق، وعملنا تقريبا 8 او 9 ليالي عرض العرض الفريق دوت ونفس المونو ده كذا مكان في الحديقة الدولية وعلى الهسابير، مصر الهسابير، وفي مكتبة مصر الجديدة، وفي المتحف بتاع الفرع بتاع مكتبة مصر الجديدة في هارون، وفي المركز القومي في السيدة نفيسة، المركز القومي للطفل، أماكن كتير. طب لما أستاذ محمد صبحي شافكوا؟ اه. طب قال لك إيه ولا الدنيا فيها إيه؟ لأ هقول لك، هو تبقى عامة على جميع محافظات مصر، تبقى تقريبا في 100 165 فرقة، 167 فرقة، فانت كتير قوي بتصفي انت، هو مش بيبقى معانا من اول مرحله، هو تقريبا في اخر مرحله هو بيبقى موجود، فاحنا بنصفي مثلا من 165 فرقه لغايه 100 فرقه، لغايه مثلا 68 فرقه، لغايه مثلا 40 فرقه، لغايه ما نوصل 21 فرقه. دي التصفيات اللي هي قبل النهائيه، التصفيات النهائيه بيبقى 11 فرقه، فهو بيبقى موجود فيها، هو اللي بيشرف عليها بس. فهو ما بي اول ما بيطلع في اخر يوم اللي هو اختتام المهرجان، بيسلم بيقول الفريق الفرقة دوت هو الأفضل. كسبان، وهو بيشوف بقى مين كان أحسن إخراج، كان مين أحسن إضاءة، كان مين أحسن إلقاء، كان مين أحسن أداء كده، وكان بيسلم، كان مسلم الجوائز كلها، وكان في ناس حتى على قد ما احنا ما خدناش مركز أول، كان في ناس معانا اتكرمت، المخرج بتاعنا على إيه الإخراج بتاعه والإضاءة بتاعته والحركات بتاعته، إزاي دول ما غلطوش، إزاي دول كانوا كويسين في الحركة والكلام، مع ان هم كانوا اطفال. احنا ما كانش عد كانش في حد عندنا في الفريق، كان الفرقه كلها كانوا معديين 35 سنه و30 سنه و20 سنه و25 سنه، انا كنت اكبر واحد في الفريق عندي، يعني انا 19 سنه كنت اكبر واحد، فشوف بقى من 8 سنين و7 سنين و5 سنين و3 سنين ونص لغايه مثلا 19 سنه، فاحنا يعني ازاي احنا الاعمار دي؟ لغايه قبل الثانوي كلكم ما شاء الله كنتوا فرقه. اه يعني كنا شغالين مع بعض والحمد لله، وكنا داخلين المركز القومي كانت المشرفه بتاعته كانت استاذه ريهام شاهين، بس حصل كده ظروف ان كان كل واحد كان عنده الدراسه بتاعته وانا كان عندي امتحانات فما عرفناش نكمل، بس لسه بدري ان شاء الله. يوسف الجنس، سمعت اللي انت جونيوس برضه، كان معانا في حلقه اللي فاتت لو سمعت مين، نور، نور اكتشف حاجات غريبة كده عجبتني، ازاي الهواء يبقى نقي ما فيهوش تلوث، ازاي لمبة تنور كده ليل النهار ما تطفيش، اخبار اختراعاتك ايه هو؟ يا بص بص حضرتك، انا اقول لحضرتك، هو الموضوع ابتدى معايا من سته ابتدائي، الموضوع ابتدى معايا من سته ابتدائي. يعني كان في شفت فيديو قبل كده على النت، واحد كان بيحاول يعمل حاجه بس هو مش قادر ان هو ينميها، فانا يعني استفدت من الفيديو ده وعرفت دماغه ماشيه ازاي وبترتب افكارك ازاي. من هنا ابتديت ان انا ابدا اشتغل على نظام المراقبه، اجهزه المراقبه، اجهزه المراقبه دلوقتي يعني غاليه، ويعني في ناس وفي شركات بتتفتح دلوقتي وما عندهاش امكانيات ان هي بتشتري كاميرات المراقبه بالسعر، يعني بالسعر الغالي ده، فانا حاولت ان انا اطور كاميرات المراقبه. هي ابتدت معايا بكاميرا كمبيوتر عاديه، وابتديت ان انا اطور فيها لحد ما بقت كاميرا مراقبه، وبعد كده عرفت ازاي ان انا اديها احط فيها جهاز انذار، لما يحس باي حركه بيدي جهاز انذار على الكمبيوتر، وبعد كده عرفت ازاي ان انا اخليها واي فاي بس تكون هي متصله بالكمبيوتر. فاخر حاجه دلوقتي بشتغل، يعني اشتغلت عليها ونجحت الحمد لله، اللي هو نظام المراقبه المتكامل. ازاي بقى؟ يعني مثلا يكون كاميرا على موتور وانا مثلا في الشارع والكاميرا محطوطه عندي في البيت متوصله، مثلا انا دلوقتي سلك الكمبيوتر، الكمبيوتر قصدي، بعيد عن باب الشقه مثلا، فطبعا مش هجيب سلك مثلا 20 متر او 50 متر عشان اوصل الكاميرا، لا انا ممكن اوصل الكاميرا بفيشه جنب باب الشقه وازود فيها سنسور، الكاميرا تشتغل اول ما تحس بحركه قدامها، تبدا تشتغل وتلف مع الانسان، لان يعني مثلا لو الانسان جه يمين او شمال الكاميرا تبدا تلف معاه. طورت الفكره دي، وممكن كمان اقدر اتحكم في الموتور عن طريق الموبايل وانا في الشارع، يعني مثلا انا عايز مثلا اوجه الكاميرا يمين، يعني في زرار مثلا بحطه على الموبايل او برنامج انا بديله عمليه برمجه من عندي، انا بحاول ان انا بلف الكاميرا يمين او شمال. وبرده حطيت فيه مايك صغير بحيث ان هو ينقل لي صوت وصوره. الكلام كله، قلت ممكن اشتغل كمان حاجه اسمها اللي هو جهاز التصنت،
يكون مثلا في الكاميرا، بدل مثلا يكون في كاميرا بس، يكون كاميرا وجهاز تصنت، بس جهاز تصنت لوحده. ازاي بقى الشغل؟ بقى عن طريق الليزر، الليزر اللي هو الصغير، اللي هو ليزر الاطفال ده. حولت الشعاع بتاعه لشعاع كهرومغناطيسي ينقل الصوت عليه. يعني مثلا انا هنا مثلا مكاني، وحضرتك قاعد، حضرتك مكانك وبتتكلم بصوت واطي، عايز اسمع حضرتك بتقول ايه. بالليزر بسلط الضوء على حضرتك، بحيث ان بيعمل لي عملية معالجة للصوت، بيحوله لي الارقام، وبعد كده بيخش معالج انا بحطه، وبعد كده بيطلعه لي الصوت في سماعة عندي. فبالتالي ان انا مثلا اقدر ان انا اسمع اي حد بيتكلم على بعد يعني مثلا 20 متر او 50 متر. لو انا مثلا في عمارة، وعمارة اللي جنبي في ناس انا عايز اعرف هما بيقولوا ايه، الشعاع ده بيتسلط عليهم، بيبقى تحت الحمراء، اشعة تحت الحمراء، فالصوت بيتنقل عليه. ده جهاز تصنت ده؟ ده هو جهاز تصنت. لا دي انت تروح على المخابرات على طول كده، عدل لو بس على انا اقول لحضرتك على حاجه، انا اتفضل حاولت ان انا ادخله عندي في الكاميرا، بحيث ان هو ايه، تتسلط على جلانك يا يوسف لا تتنصف. مش قصدي يعني مثلا انا دلوقتي مش في البيت، مسافر مثلا او اي حاجه، ممكن الكاميرا احط فيها الليزر ده. اول مثلا الليزر ده بيبقى ليه مجال معين، اول ما المجال ده حد يخشه الكاميرا تبدأ تشتغل وتصور لي، والليزر ينقل لي الصوت بتاعه. عن طريق الموبايل. طب معلش في سؤال، طب ما الكاميرات بتعمل كده، امال انت ايه الجديد بتاعك بقى؟ هو الجديد بتاعي ان انا الكاميرا لو انا في الشارع مش محتاج نت ان انا ايه اشوف اللي بيحصل عندي. ايه ده، يعني انت مش محتاج بقى نت عشان اعمل لا اتصال مش ما محتاج بينك؟ نت، بس ممكن احتاج اللي هو الواي فاي الوهمي اللي هو منتشر اليومين دول، اللي هو الاكسس بوينت والكلام ده، ان انا اقدر احتاج واي فاي وهمي. طب ما ده نت برضه. لا الواي فاي مش نت، يعني مثلا في برامج مشهوره زي مثلا شيرت يعني والكلام ايا ده، كان الاسماء. تمام. بتعمل حاجه اسمها واي فاي وهمي. لو مثلا انا فتحته يديني واي فاي وهمي في البرنامج، ممكن اكتب له الكود بتاع الكاميرا بيفتح لي الكاميرا من غير نت. يعني ممكن تفتح كاميرا من غير نت بالظبط، وتشوف اللي على باب شقتك وانت في اسكندريه وانا في اسكندريه، يعني مثلا لو مسافر بره مصر اشوف برضو الموضوع كمان بره مصر. بالظبط. هو يعني العمليه عمليه الكود بتاع الكاميرا، الاي بي بتاع الكاميرا. طب وانت بتحط حاجه في الكاميرا معين عشان يبقى ليها ايكون معاك بالظبط، بيبقى حاجه اسمها واي فاي يعني في الكاميرا، بالظبط، والكاميرا متوصله يا دوبك بفيش الكهرباء فقط لا غير، مفيش الكهرباء. مش عايزين اكتر من كده، لا يعني فيش الكهرباء وانت تنزلني برنامج على الموبايل اشوف اللي على باب البيت. بالظبط. بس طبعا بيبقى في حاجه اسمها داخل معاها حاجه اسمها اردوينو اونو، ده بيبقى جهاز كمبيوتر مصغر معاها مع مين؟ مع الكاميرا، بحيث ان انا اقدر ابرمج الكاميرا من غير طب ما كده اختار بقت جهاز تكلفة كمبيوتر. غالية كده يا يوسف بقى. لا تكلفتها بالعكس، يعني تكلفتها مش يعني ده مكلفة، اللي أنت بتقوله ده وتكلفتها مثلا أقل من الكاميرات العادية. تكلفتها اقل من الكاميرات العادية، وجودتها اقوى من الكاميرات العادية، بس طبعا يعني في شوية فنيات كده لسه شغال عليها فيها. يعني منتظري ان شاء نشوف، الله. وابعت لي كمرتين كده هدية حاضر. أنت بتعمل حبيبك كده. تمام ماشي. يوسف أنت خدت الموهبة من والدك شوية صح؟ أو يعني والدك ساعدك، هل بيأثر عليك؟ يعني والدك ليه تأثير عليك؟ والدك بيقول لك اه او لا؟ أو والدك بيقعد معاك وانت بتشتغل ولا ما بيقعدش؟ بيديني حاجات فنية كده، يعني حاجات ببقى غلطان فيها هو يقوم مصلحها لي. طب ما عرضش اللي انت تشتغل معاه؟ لا انا اللي هو تبع المدرسة تبع المديرية، بطلع مع ميس هويدا ومستر عصام المسابقات اللي بره دي. رحت انت المسابقات قلت لي وخدت اه ايه واخد الجوائز جوائز فيها. وشهادات تقدير، لكن ما حاولتش تعملها انت كمشروع؟ يعني ما عملتش كده انت واصحابك، ما تيجوا نلم يا جماعه على الورق يا جماعه ونعمل بيه مشروع؟ ما علمتش حد غيرك؟ انا علمت، بس علمت اختي يعني، وانا حاولت كمان ان انا اسوق الحاجات ديت، بس ما فيش مجال تشجيع. للتسويق ليها اه لسه؟ ما فيش تشجيع خالص، يعني ما فيش حد حتى اهتم بالحاجات اللي انا بعرضها دي خالص. طب بس ممكن نستفيد على الاقل من البيئه، اكيد احطها يا عم في تحفة. مكان نشاط، اه احطها في تحفه مدرسيه حتى، مش لازم اخدها البيت، يعني ممكن احطها في مكان. بس يعني انا ممكن اعلم زمايلي اللي احنا بدل ما نرمي الورق او الكشاكيل اللي بتخلص او كده، ممكن استفاد منها ولا ايه؟ اه طبعا. اي ما هي مخلفات البيئه اصلا، الحاجات اللي انا بعملها دي بس مخلفات انت شغال بيئه. على الكرتون والورق ولا اه في بلاستيك كمان؟ لا مفيش بلاستيك، في مناديل بلاستيك دي بقى حاجه تانية، يعني زي ازايز الحاجه ساقعه، الحاجات ديت كلها ممكن بعد ما تخلص بتترمي. انا بقى بلم الحاجات ديت وببدا اصنع، بفكر فيها بصنع منها حاجات تانية تبع الاطفال وحاجات كده. يعني ساعات بعمل من ازايز الكنز ديت بعمل منها مقلمه، افكار تانية كتير جدا. معاذ تورينا حاجة تاني كده يا معاذ،
يعني انا نفسي نشوف مواهبك يعني، بس يعني في حاجة عايز اسألك عليها. اتفضل. هل دي حسيت ان في حد قالك انت بتمثل كويس وانت صغير، ولا انت حسيت اللي انت مع نفسك كده؟ يعني في مدرس قالك انت شاطر، صحابك قالوا لك يا دي انت بتمثل كويس انت ممتاز، ولا انت حسيتها مع نفسك لوحدك ولا ايه؟ لا هقول لك، انا حبيت التمثيل من زمان تمام، بس فكرت ان انا اشتغله مش عشان ان انا هكبر وربنا يكرمني وابقى فنان واتشير والكلام ده، لا انا عايز اوصل في حاجه انا عايز اوصلها فالناس كتير، بس في حاجات بقى في ناس بتبقى مساعدك على كده، في ناس بتحطمك ان انت ما تمشيش خطوه في الطريق اللي انت رسمته، بس ففي ناس كتير قالت لي لا ومش لا ومش هشتغل وبتاع. في يعني عندي في المدرسه مستر اسمه مستر فتحي محمود، شهرته بكر بيكو، هو شغال في الكارير نفسه بتاع الفن والوسط الفني كله تمام، فهو وراني مكان قال لي يا معاذ انت تروح كذا كذا مسرح كذا، ففي مخرج هناك هيشتغل معاك ويدربك. انا الصراحه رحت خدت تدريبات صوت وتدريبات نفس وحركه وكل حاجه، قعدت معاهم 3 سنين تمام، ولغايه دلوقتي لسه معاهم. استفدت؟ اه طبعا استفدت. فدلوقتي انا عامل ورشه في السلام عندنا في مدينه السلام، فانا في انا زي ما انا ما اتعلمت ففي غيري عايز يتعلم، فهو مش قادر ان هو يروح المكان دوت، فانا مفيش مشكله ان انا لو علمته، فانا لو خدت معلومه ما في بيئه في بيئه غير احسن ما ناخدش معلومه واخلي بيها على نفسي او على غيري. بس فاشتغلت ورشه عمل دلوقتي مع مس هويدا ومستر عصام، وربنا يكرمنا اهو في عرض قريب شغالين، بس بالروات بتاعته لسه بادئنا ما فيش 3 4 ايام واشتغلنا وبتاع. بس يعني قصه ان حد قال لك او حد شجعك، لا دي كانت قليله شويه. اللي مشجعني دلوقتي اهلي في البيت، يعني نصهم عارف ونصهم مش عارف، بس كده خلاص كلهم عارف كده كده خلاص اكيد كلهم عرفوا. فضحت نفسك انت. لا عادي مش مشكله ان شاء الله. طيب يعني انت نفسك تبقى ايه يا معز؟ والله انا نفسي اطلع حاجه في الكارير اللي انا فيه. ممثل يعني اه ولا مؤلف؟ لا ممثل ومؤلف، وعامه دلوقتي الممثل بقى ممثل ومخرج ومؤلف ما شاء حاجه الله كده يعني. حاجه. بس انت مين بيعجبك في تمثيل وكده وتعرف تجيب اداء وكده كتمثيل اللي بحبه واخده هو مش واحد معين، هما يجي بتاع 4 أو 5 بس دولت أساتذة يعني بمعنى الكلمة، إنه منهم أستاذ عبد المنعم مدبولي، وأستاذ فؤاد المهندس، الأستاذ محمد صبحي، أستاذ عادل إمام، واللي دلوقتي اللي الناس كلها مدرسة لوحده هو مش كبير قوي ربنا يديله الصحة، أستاذ محمد هنيدي. لا قصة تانية لوحده. يعني انت بتتكلم على ناس توفاهم الله وناس عايشة، انت معجب انت بتمثيل الناس دي يعني. طبعا هو بص هقول لك حاجه، وفي طبعا انا في حد دلوقتي يعني مفيش حاجه مفيش فيلم بيعديله او مسلسل اي حاجه بتعديله ما ينفعش ما اتفرجش عليها، هو مش مصري، هو اسمه شاروخان، عامه مفيش حد ما يعرفوش. هندي؟ هندي. بس لا بيعجبني احساسه قوي يعني، بص بيبقى تلقائي يعني، بيبقى عايش الدور بتاعه، هو محمد هنا، هو شاروخان بره مفيش مشكله، بس هو محمد في الدور. لا محمد في الدور هو دي حياته، بيفصلها عن بره، في ناس كتير ما بتقدرش تفصلها عن بره، يحسس بيمثل صدق، بس بس مش قوي. في حاجه معايزه اوقات بلاقي الممثل بيعيد نفسه كده، صح ولا غلط؟ طبعا يعني بحس نفس الطريقه ونفس الافيهات ونفس تعبيرات الوش ما اتغيرتش. لا ده ممكن هقول لك، ده ممكن يكون نوع من الممثلين، في نوع ان هو مثلا بيحب يعمل الحاجه وما يتفرجش على نفسه فيها. ما انت ممكن تبص تلاقي دفاعات كتير قوي، ما انت ممكن تعدل من نفسك، ما انت مش معلش في ناس بتستنى، ممثلين بيستنوا يتفرجوا على الحاجه عشان يشوفوا من نفسهم لو غلطوا في حاجه لا ما يعدلوا منها يبقوا احسن، في ناس لا بيستنوا لما الناس تيجي تقول لهم انت كنت كويس، لا ما في ناس برضه تاني ممكن تيجي تقول لك انت انت ما كنتش كويس، وحش. بس ما في ناس تانية ممكن تيجي تقول لك انت ديت انت عملتها غلط، طب انت دي تاني مرة تعيدها، انت رابع مرة تعيدها، لا ما انت ممكن. انا عن نفسي انا لما بتفرج على العرض انا عملته، واي نعم انا ما عملتش كتير قوي، بس اللي هو حاجة انا عملتها ممكن الاقي نفسي انا غلطت في كده، فكان لازم اعدلها او كان لازم اعدلها، ولو جالي فرصة ان انا اعمل العرض تاني باخد بالي منها. بس طب ما تورينا حاجة كده. طيب تمام، انا عامل دلوقتي دور المفروض ان هو 3 اشخاص موجودين فيه، يعني اعمله ولا ادنى كده؟ انت 3 في 1. طيب اتكلم عنه الاول ولا اعمله؟ هنفهمه من غير ما تقوله. قول. السلام عليكم.
دخل هذه الكراتين دي هنا هلا، وخلي بالك من كرتونة الكمبوتيا ده اصلي 100%، وكرتونة التفاح والنبي عشان غالي قوي 50%. والله والله خد عليك جمارك قد كده. اهلا اهلا يا ابني، حضرتك مين؟ انا ابو علي والله من بورسعيد. وحضرتك جاي بتعمل ايه هنا؟ والله يا عم انا جاي عشان اتقدم لبنتك. بس يا ابني ايه الحاجات اللي انت كتير انت جايبها دي؟ تعبت نفسك والله وكلفت نفسك. اه يا عم والله انا كلفت نفسي والله، حاجه كتير قوي. بص يا عم، دي كرتونتين تفاح امريكاني 50 جنيه. والله يا عم يعني صرفكم الفلوس. اه والله يا عم بص بقى، دي كرتين الكمبوت انا ناس 100%، وما رضيتش اجيب لك اخوه عشان بيفعل بسرعه. طب يا ابني اللي كذي ايه؟ طيب انا عايز اعرف. لا يا عم دول فضل خيرك والله، هدمتين كده تلبسهم بدل ما تشكلكم عرر. عرر عرر بس يا بابا، اسمع بيشوف بيقول ايه يا بابا؟ هيطير منك العريسه دي انت بايره. طب دلوقتي نتكلم في الفلوس والمهر والشبكه ولا ايه؟ انت جاي على كمبوتو بس؟ بص يا عم والله انا مهري يا حبي، وانما بقى للشبكه جايب لها شقه ترمح فيها الخيل 86 متر. طب بص تشوف منها بورسعيد كلها. يعني انت مفيش فلوس ومفيش مهر ومفيش اي حاجه؟ تقدر تقول حاجه زي كده يا عمي. بقول لك ايه، تقعدي جنب احسن. بقول لك يا حبيبي، جرد من هنا ولا غوريا. خلاص انا ماشي. يعني انت عايز تخش في مجال التمثيل يا معز صح؟ انا دخلت في مجال التمثيل بس لسه ما فيش احتراف. لا هو جالي حاجات، هي في منها اتعرض دلوقتي وفي منها ما اتعرضش. يعني انت في حاجات عملتها واتعرضت؟ لا ما انا كانت فرصه ان انا كنت في الحاجه اللي كانت موقفاني عنها ان انا كنت في امتحانات. يعني في مسلسل جه في رمضان اللي فات بتاع اجزاء، اقول اسمه انا مش عادي. مش لازم، مش لازم عشان ما نحرجش اللي عمل حاجه. لا جالي فرصه ان انا اطلع فيه بس الحمد لله، يعني كان عندي امتحانات ف نصيب. وفيلم تاني برضو الحمد لله يعني معروف وتصور وخلاص. خلاص كان بيصور في الجونه. نفس القصه، كان عندي امتحانات. فيلم تاني كان بيصور في اسوان ولسه يعني قرب يخلص امتحانات. طب يعني ناوي يعني ناوي يعني في الاحتراف؟ اه ان شاء الله. يوسف، الكاميرا اللي انت عملتها ديت في اختراعات غيرها ولا هي دي؟ اه كان في قفل كهرباء. قفل كهرباء؟ اه ازاي يعني؟ القفل اللي هو الكارت هو موجود، يعني هو الفكره موجوده بس يعني هو موجود على اللي هي البيبان اللي هي الجرار وبيبان الاسانسير انا حاولت اطور الفكره بس هو لسه الجهاز ما تنفذش عملي. يعني هو تنفذ نظري والبحث ناجح بس هو لسه ما تنفذش عملي. هو الكارت بيتجاب وبرده تبع الاردوينو والار اف اي دي لو حضرتك اللي هو اللي بيقرا الكروت. فده انا حاولت اشغله على اللي هو البيبان اللي هي المفصلات اللي هي البيبان اللي بتفتح اللي بيبقى فيها حركه بس. فقلت اما اجربه الاول على حاجه يعني حاجه كهربائيه. جربته الاول على اللمبه ليد يعني اللي هي اللمبات الصغيره دي، ففعلا نجح الموضوع. بس انا بقى يعني ما عنديش امكانيه ان انا انفذه لان طبعا هيكبر، لازم بيبقى الجهاز ليه مقاسات معينه والكهرباء برضه عايز خبير كهرباء عشان يظبط الفولت اللي طالع علشان ما يحرقليش الجهاز وما يبوظش اللسان بتاع الباب. وبرضه ده بيبقى ليه حاسمه في اساسا لسان كهرباء، فهو ده اللي انا عايزه. فهو يعني المشكله ان انا ايه، عايز حد يعني يشوف الموضوع ده يكون يعني ليه خبره في الهندسه الكهربائيه علشان ايه يظبط لي موضوع الكهرباء ده. هو انت لما عملت اختراع كده حد اتريق عليك؟ هو بصراحة في البيت يعني احبطوني في الاول. ما بلاش بقى البيت بقى يعني هم مش هنروح النهاردة جاي. لا هم يعني احبطوني في الاول بس طبعا لما ابتدى مشروع الكاميرا، يعني هو كانت حتة يعني هي الكاميرا كانت صغيرة جدا فما كناش نتوقع ان يطلع منها الانجاز ده كله يعني. فهم يعني كان احباط يعني صغير جدا في البيت بس الحمد لله بدأ تشجيع. والدي بدأ يشجعني جدا وبدأ يحاول ان هو يعني يخليني امارس الموضوع ده. بس طبعا طبعا غير الدراسة طبعا لازم اكون مدي الدراسة حقها الكامل. يعني مثلا في الدراسة مثلا يعني مرة في الشهر مثلا نشتغل الموضوع ده
بس فيعني يعني نتمنى يبقى فيه احسن واحسن يعني. بالظبط بس انت كده ناقصك الخامات والامكانيات. بالظبط، الخامات والامكانيات، وكمان اللي يعني الموضوع الكاميرا ده فيه برضه فنيات صغيره لسه ما خلصتش يعني، في برضه عايز طبعا يعني بالنسبه للكارت اللي انت بيقفل الباب ويفتح ده، انا عارف لما بخش مثلا مول او بخش مستشفى في سنسور قبل ما اجي عند الباب، الباب بيفتح تمام جرار يمين وشمال تمام، انت عايز نفس الكلام بس المفصل هو اللي يفتح ويروح المفصل ويجي، اللي هيفتح دي مش موجوده دلوقتي. لا هي ممكن تتعمل بنفس السنسور، بس بحتاج المفصلات دي بيكون فيها كهربا يعني. المفصلات دي مش انت قادر تعملها ولا مش قادر؟ يعني طبعا طبعا امكانيات عاليه طبعا، و امكانيات لكن انت تقدر تعملها. هي اقدر اعملها بس طبعا لازم خبير كهربا علشان ايه ما احرقش اي حاجه يعني، ما يكونش لها تاثير، و يعني في نفس الوقت ما تسحبش كهربا عاليه يعني. مثلا طبعا احنا عارفين ازمه الطاقه ما اعرفش ايه، لازم ما تسحبش كهربا عاليه بس. فكمان الجهاز بيبقى فيه سنسور اول طبعا ما بنخش، بعد 5 ثواني من الدخول بالظبط او اول ما بيحس بحركه ان احنا دخلت، الباب بيقفل تلقائيا. لو في حد بقى حاول ان هو يفتح الباب او طبعا يقص سلك من الجهاز، بيبقى فيه انذار بيضرب بيقفل الباب تماما، ما بيتفتحش غير لما حد بيجي يفتحه بالمفتاح يعني. الباب بيقفل ما بيتفتحش يعني، حتى يعتبر عنصر بالكارت. امان. بالظبط. ايش يا يوسف، شرفتونا يا شباب النهارده، شرفتنا يا يوسف، ان شاء الله اكمل وعلى الاقل ما نلاقيش مخلفات تاني. معاذ مستنيين نشوفك بقى مع استاذ محمد صبحي ذات نفسه ان شاء الله. يوسف كمل اختراعاتك وشغال واحنا معاك. اعزائي المشاهدين، يعني كان معانا زهره من او ظهور من ظهور بستان شباب مصر. نتمنى لو في اذن سامعه او يعني في ناس بتسمع وعايزه تستفاد، يا ريت الشباب دول موجودين. نترككم في رعايه الله وامنه، ونلقاكم في حلقات قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.